هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم الساعة هلأ 2:26 بالليل، الساعة هلأ 2:30 بالليل، زهقانة ما في أي شيء أسوي ومو جايني نوم أبداً لأن اليوم صحي متأخر، فما عم بسوي أي شيء غير أني أنا بس فتح اللابتوب وقاعدة عم بحضر مسلسلات وأشياء. فبما أني أنا قاعدة وزهقانة بالليل قلت ليه ما أنا أقوم أصور لكم فيديو، وفيديو يكون شوي غريب، ما رح نسوي ميك اب توتوريال، ما رح نسوي أي شيء، فيديو يكون خفيف، فيديو يكون تجربة مع بعض نسويها. رح اسوي اليوم 100 طبقة من الماسكارا على رموشي. طبعا اللي متابعني من زمان بيعرف انه انا انسانة رموشي عبارة عن نتف، بس نتف نتف صغار، يعني شوفوا كتير قصار وكتير خفاف ونازلين لتحت ويعني حالتهم يرثى لها، فاهمين؟ وانا بالعادة كتير كتير بحب الرموش، كتير بحب الماسكارا. انا يعني انا مثلا اهم شغلتين عندي لما اطلع من البيت، حتى لو انا ما بحط ميك اب، انا بالعاده اصلا ما بحط ميك اب، الماسكارا والبلاشر، كتير كتير بحب هالشغلتين. فعشان هيك قلت انه انا خليني اجرب احط 100 طبقه من الماسكارا على رموشي وخليني اشوف شو اللي راح يصير اذا انا عملت هيك. طبعا انا توقعاتي على هذا الشغله راح يكون في تكتيل ليوم التكتيل، راح يكون في صراصير برموشي او عناكب عنكبوتات في رموشي، راح يكون المنظر كتير كتير بشع، اوكي هذا اللي انا متخيلته. بس انا بدي احاول انه انا اشوف رموشي كيف يعني قاعده عم تتطور من طبقه لطبقه عشان اعرف متى الطبقه اللي انا خلص اسوي عليها ستوب. بهذا الفيديو بدي استخدم هالمسكرتين، هدول المسكرتين هم المسكرتين المفضلين عندي بهاي الفتره. اول وحده من ميبلين اسمها سنسيشنال، ثاني وحده باد جال من بنفيت. هدول الاثنين انا صراحه مفضلين عندي جدا جدا هالفترة. شوفوا انا بالعادة هيك بتشوفوني كل فترة وفترة بعلق على ماسكارا معينة، لانه انا بصراحة بالنسبة لي بحس انه اذا الماسكارا ما كانت خرافية خرافية اللي هي ما في احسن منها بالدنيا، مستحيل انه انا احبها، لانه نفس ما قلت لكم انا رموشي خفيفة وقصيرة وفاتحة ونازلة لتحت، فلازم يكون في ماسكارا جبارة يعني عشان احبها. فبالنسبة لي هذول الاثنين هم التوب عندي هالفترة، فبدي ابلش انه انا احط منهم. ويلا خلينا نبلش بالفيديو اليوم لانه رح اتعب فيه. اتوقع انه انا في البداية رح استخدم هاي السنسيشنال عشان هاي اول شيء بتنشف بسرعة، هم الاثنين صراحة بينشفوا بسرعة، بس هاي شوفوا يعني الفرشة تبعتها جاية هيك فبترفع الرموش، فخليني اول شيء ارفع رموشي. انا رح نبلش بسم الله نحط الماسكارا، حط اول طبقة على عيوني، هحط على رموشي العلوية والسفلية هيك اول طبقة من الماسكارا. حاسة انه راح اتبهدل لما امسح الماسكارا. ثلاثة، فهي ثلاثة، اربعة، هلا الخامسة. حاسة انه كان اختياري للماسكارا هاي غلط شوي، فشكلي راح اغيرها. استخدم ماسكارا شارلوت تالبري، هلا سادسة، طبق السادسة، السابعة. بلش التكتيل يصير. الثامنة، وطبعا شغلة معروفة يعني كل ما تستنوا اكثر على الماسكارا على الماسكارا اللي برموشكم يعني انه هي تنشف كل ما التكتيل يزيد اكثر. او ماي جاد، شوفوا التكتيل، شوفوا رموشي اللي من تحت من هون. تسعة، وحاسه انه رموشي بدل ما تطلع لفوق عم تنزل لتحت يمكن من التقل. او ماي جاد، حاسه انه بحك الموضوع. الطبقه العاشره. هيك خلصنا اول 10 طبقات من الماسكارا. باي باي هالماسكارا. نجي هلا على حبيبتي، يا رب ما تخلصي يا رب. طبقه ال11، ايوه هاي الماسكارا هاي روعه روعه، هاي روعه. بس طبعا مع هاي شوفوا كيف سوت لي بلاوي برموشي. يمكن هاي اكثر مره بحياتي اشوف رموشي طويله بالماسكارا. او ماي جاد، منظري اعوذ بالله. بلشت الماسكارا توقع على وجهي. عشرين طبقة من الماسكارا وهيك رموشي، ومش عارفة كيف ممكن رموشي توصل لما اوصل انا للطبقة المية. عشرين طبقة من الماسكارا. نكمل الطبقة الواحد وعشرين. او ماي جاد، شوفوا انفي، يعني بتطلع تحت رموشي بتخبط بخدودي،
بس اطلع فوق رموشي بتخبط في حواجبي. شعوري كتير حلو صراحة، ما عمري ما حسيته. يا ريتني ما سويت على الرموش اللي تحت، حاسة غلبة. او ماي جاد، وانا كنت قاعدة متذكرين لما قعدت بالعشر طبقات وقلكم مستحيل يكون في اسوء من هيك. الطبقة الثلاثين من الماسكارا، حاسة انه رموشي صاروا كأنهم سجاد او كأنهم خيوط صوف. شوفوا عن جد كأنهم خيوط صوف هيك من فوق، شوفوا كتير ماسكين على بعض، وحاسة انه عيني تقيلة. كتفي بلش يوجعني. كانت الماسكارا رح تدخل في عيوني، وشكلي رح اغير الماسكارا عشان صراحة انا كتير خايفة عليها وكتير قاعدة عم توسخني. حرفيا والله العظيم حرفيا زي الصرصور. 40 طبقة ماسكارا على رموشي. نكمل هلأ بلوريال تلسكوبيك، تشبهها شوي. عارفين الماسكارا بتلزق بالرموش. او ماي جاد، اوه في قطعة من الماسكارا انقامت، كانت هون هاي القطعة، شايفينها؟ اوكي، هاي الماسكارا تقريبا قاعدة عم بتقطع قطع الماسكارا الكتيرة، فرح نغيرها. اليوم غيرت مليون الف ماسكارا. تعالوا خلينا نحط من انستازيا، انا اصلا ما بحبها فيلا نحطها. او ماي جاد، هاي الماسكارا كتير بتكتل. عارفين عشان هيك ما حبيتها، والبرش تبعتها كبيرة، ما بحب الماسكارات اللي البرش تبعتهم كبيرة ابدا. وقربنا على نص الطريق. انتوا عارفين انا اصلا ما تفرجت على فيديوز من هالنوع، فانا قاعدة عم بنبهر معاكم. 50 طبقة ماسكارا، هاي لساتنا 50، تخيلوا عاد دبل هاي، دبل هاي اخي. بلشوا يوقعوا، بلشوا يوقعوا. 60 طبقة من الماسكارا، شوفوا هالعين، الرموش صار شكلها كأنه في فوقها هيك نجمات أو دوائر، مش دوائر بس كأنه هيك، شوفوا عارفين زي الشراشيب اللي بتكون على السجاد. عيني عيني عيني، بتحكني بتحكني. قربنا، يا ريتني حطيت هالماسكارا من البداية، لأن أنا أصلا هاي ما بحبها وما بستعملها. سبعين طبقة من الماسكارا، شوفوا هاي صارت هدول القطعة واحدة، هون كمان تكتيل. ثمانين طبقة من الماسكارا، هانت 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 هانت. على فكرة أنا صار لي تقريبا ساعة قاعدة بس عم بحط ماسكارا بس. ما ضل شي يا جماعة، 90 طبقة من الماسكارا، نكمل باقي 10، يلا نعدهم. شوفوا الرموش اللي من تحت، وآخر وحدة. أحط من قلب، 100. أو ماي جاد، 100، 100 طبقة من الماسكارا، 100 طبقة من الماسكارا في رموشي. هذا هو رح يكون شكلكم إذا حطيتوا 100 طبقة من الماسكارا على رموشكم. شو هاد؟ شو هاد؟ أوكي أنا تخيلت إنه يكون
رموش كتير كتير مكتلة، بس صراحة أبداً 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 ما تخيلت إنه هي تكون هيك، إنه هي تكون رموشي لهالدرجة مكتلة وتقيلة. أنا تخيلت إنه تكون رموشي زي الخيوط بصراحة، بس أنا انصدمت من المظهر. شو هاد؟ شو هاد؟ شكل كتير كتير بخوف. خلينا نشوف شكلهم من فوق، واصلين لحواجبي لو تشوفوا، ولما أطلع لتحت أصير خدودي. شكلهم من جنب، خلينا نسوي زوم أكتر عشان تشوفوا. أنا آسف على الرعب، أنا بدي أحسها. طبعاً أكيد لسه مو ناشفة ولا رح تنشف، رح طول كتير لحد ما تنشف. هلأ جاهزين أنه نحنا نشيل 100 طبقة من المسكرة مع بعض؟ أنا مش جاهزة بصراحة. يلا خلينا نشيلها. هستخدم وايبس ورح استخدم ميك اب ريموفر، لانه الوايبس هاي لحالها مستحيل انه هي تشيل الرموش هاي، فبدي استخدم اقوى ميك اب ريموفر عندي اللي هو تبع كلينيك. هذا بشيل كل شيء. ونقول بسم الله. يلا. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. شوفوا شوفوا كيف ما احلى عيوني الاصل. يا ربي شكرا على رموشي يا ربي. شوفوا ما احلى الطبيعة. شوفوا كيف ملزقين ببعض. شوفوا والله يا كلينيك انا بحبكم كتير عن جد. ثانك يو على هالميك اب ريموفر، اقوى ميك اب ريموفر في العالم. ما طولت وانا قاعدة بحاول انه انا اشيل. شوفوا الفرق. نيجي على العين الثانية. عيني ما راح تفتح، عيني ما راح تفتح. شوفوا احتاج قطرات مرطبة للعين بأسرع وقت ممكن. الله على الراحة اللي أنا حاسة فيها. قطرات عيون. حاسة إنه عيوني رجعت للحياة، حاسة إنه أنا وجهي نظف. آخ، لأنكم دايما تسألوني عن قطرات العين اللي أنا بستخدمها، وأنا متأكدة إن أنتوا رح تسألوني عنها تحت، فهي القطرة اللي أنا بستخدمها للعيون. هاي هي، هذا اسمها. وبس والله يا بنات، هذا هو كان فيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. قولوا لي شو رايكم بروش العنكبوتيه تحت بالكومنت. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، وبحبكم كثير كثير. مستحيل تتخيلوا قديش. يلا باي.